l'islam n'est plus à être considéré comme une simple religion, mais comme un fait politique majeur de notre temps. Pour vous, l'islam, bon, c'est la religion que vous défendez, évidemment, hein, oui. Mais au-delà du fait religieux, l'islam est devenu un phénomène politique ? Est un phénomène absolument sociopolitique. Sociopolitique. C'est sociopolitique. C'est une idéologie de lutte, c'est une idéologie d'agression, d'idéologie de... الكتابية نخير ثلاثة خيارات إما أن تكون مسلما فإن قبل فلا نأخذ منه الجزية فإذا أصبح لا يصير مسلما يبقى على مسيحيته ومن حقه أما نقول أعطينا جزية فإذا رفض الجزية نقاتله أما المشرك نخيره بين الإسلام والقتال هذا الرأي ليس رأي أحمد الحسن البغدادي بل رأي كل المذاهب الإسلامية الخمسة وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال المشركين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كلمة عن يد وهم صاغرون كلام واضح عربي مش عايز تفسير فإن أبوا لا الإسلام ولا دفع الجزية فلا مناص حينئذ من المناجزة والقتال فبالله عليك من الذي يعتبر بدأ القتال في هذه الحالة هم إن إذا أبوا لا الإسلام ولا الجزية فهم الذين اختاروا القتال واختاروا المناجزة وعندها يقاتلهم المسلمون ادعوهم الى ثلاث خصال فاذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم اسلام جزية فاستعن بالله وقاتلهم بدون ما يقاتلوك قاتلهم فاستعن بالله وقاتلهم فليسمعها العلماء فاستعن بالله وقاتلهم متى عندما يقاتلونك لا عندما يرفضون تطبيق عندما يرفضون دخول الاسلام ويرفضون دخول تطبيق دفع الجزية أعزة على الكافرين لأن المودة مع الكافرين مرفوضة والتسامح مع الكافرين مرفوض وهذا مفهوم خطير جدا يراد اليوم تسويقه للمؤمنين يا أخي الإسلام دين تسامح ما لك لا تتسامح تستخدم ألفاظ وعرة خشنة يعني إذا الله سماهم كفار أنا أخجل من تسميتهم كفار أي تسامح هذا يكون مع هؤلاء الناس هؤلاء لهم جزاء واحد هو الأخذ على أيديهم والانتقام منهم وتأديبهم وهذا لا يكون لا بالتسامح ولا بالتفاوض ولا بالملاينة وإنما يكون بالعزة فالعزة تعني كما قلنا الشدة والغلظة والمعاداة هذه المعاداة كلمة اليوم غابت تقريبا عن القاموس السياسي عند المسلمين وقل لك يا سيدي نسوي صلح وبعد الصلح تطبيع وما فيش داعي نضل في حالة حرب مثل ما افترى الهالك السادات لما وقع كامب ديفيد قال خلاص مش حودي ولادي على الموت بعد النهاردة ايش يعني مكرمة بتمنى على الشباب اللي الشباب يريدون الجهاد بتمنى عليهم انك ستحجب عنهم الجنة وستبقيهم في الحياة هكذا يعني اشباه رجال المعاداة يجب أن تكون مع الكفار أصلا أنت استراتيجيتك في الإسلام هي معاداة لغير المسلمين
نحن إرهابيون والإرهاب فريضة في الكتاب ليعلم الغرب والشرق أننا إرهابيون وأننا مرعبون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب فريضة في دين الله والرعب فريضة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرعب. إذن إذا قالوا إحنا إرهابيون إحنا إرهابيون كل مسلم إرهابي. وإن لم يرهب عدوه فليس على الطريق. وعما قريب إن شاء الله ستفتح روما كما فتحت القسطنطينية ببشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت اليوم هي عاصمة الكاثوليك أو الصليبية التي أعلنت عزاءها للإسلام. وقامت بزرع إخوان القردة والخنازير في فلسطين ليمنعوا نهضة الإسلام من جديد. ستكون عاصمتهم نقطة متقدمة للفتوحات الإسلامية التي تنساح في أوروبا كلها، ثم تلتفت إلى الأمريكتين بل إلى أوروبا الشرقية. وظني أن أبناءنا أو أحفادنا سيكونون هم الذين يرثون جهادنا وتضحياتنا ليكون قادة الفتح منهم إن شاء الله. ونحن اليوم نزرع هذه البشريات في نفوسهم ونؤسسهم من خلال المساجد والمصاحف ومن خلال سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. أكثر بلدان المسلمين فتحت عنوة بالقوة، قليل توجد بلدان فتحت بطريقة أخرى. المدينة المنورة أسلم أهلها عليها طوعا، هاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله والإسلام منتشر فيها. ما فتحت بالقوة، لكن مكة المكرمة فتحت بالقوة، العراق فتح بالقوة، إيران، تركيا، مصر، الشام، المغرب، بلدان المغرب، أغلب بلاد الإسلام فتحت بالقوة بالقتال. قد يشكل البعض أنه الإسلام انتشر بالسيف. إيه؟ الإسلام انتشر بالسيف، ثم ماذا؟ دين الله الحق بالسيف ينتشر بالقوة. إذا ما يجون الناس بالكلام يجيبوهم بالسيف، هذا أمر الله سبحانه. يعني ماكو داعي لهذه المجاملات لليهود والنصارى يحاولون يرضوهم أنه لا والله إحنا مو بالسيف، إحنا كنا كذا اضطرينا. ماكو اضطرينا، فتحوا البلاد الإسلامية بالقوة، هذا هو التكليف الشرعي، وهذا معنى الجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي شنو معنى؟ أن الجيش المسلم يتوجه إلى الأراضي الكافرة يعرض عليهم الإسلام، يقولهم تصيرون مسلمين إن وافقوا فبها، ما رضوا يقولهم جزية، يدفعون جزية إذا كانوا من أهل الكتاب.
ما يرضون يدفعون جزية قتال، أو إذا مو أهل كتاب جزية هم ما فيه، لو إسلام لو قتل، وما فيها مشكلة. خلي ينتشر الإسلام بالسيف، دين الله الحق ينتشر بالسيف، ما في أي مشكلة. الحجة عليه السلام وارد في الروايات يخرج بالسيف، أيضا هالأيام نسمع حكي بالأثناء، لا ما لا شي يطلع يمسح على رأس الناس، تعال قربة إلى الله تعالى صير خوش آدمي. هو لو يجي صير خوش آدمي بالهذا كان الحين صار، ذاك اليوم من يطلع الحجة عليه السلام ما فيها تعارف القضية ومجاملات، سيف سيف يقاتل ويقتل، وفي الرواية يحمل السيف 6 أشهر أو 8 أشهر. وهناك أناس يفترض أنهم مسلمون يقولون له لو كنت ابن رسول الله ما فعلت هذا، لا هو ابن رسول الله ويفعل هذا، دين جده ينصر بهذه الطريقة. زين، لا إكراه في الدين شنو معنى؟ قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين مو بالضرورة يكون معناه يعني ما يجبروهم على الإسلام، فيها عدة احتمالات الآية الكريمة. أحد الاحتمالات أنه هذا الاعتقاد القلبي ما يحصل بالإكراه. القاعدة العامة أن دم أو مال الكافر حلال إلا بأمن أو أمان. معنى أمن؟ أقول إيمان أو أمان. ما معنى إيمان؟ إذا أسلم الكافر خلاص، كافر أسلم خلاص، أصبح أخاً لنا في الدين، دمه حرام وماله حرام، كل شيء حرام، كما هو دمي ودمك ودم كل مسلم، ومالي ومالك ومال كل مسلم. إذن هؤلاء الكفار اليوم هم محاربون، وأنا وأنتم الآن في دولة حربية محاربة للإسلام وللمسلم. هذه الشيشان، ولماذا أقول سبتة أمينية؟ إسبانيا، الأندلس، الأندلس بلاد الإسلام محتلة من قبل الإسبان، وبالتالي كل ما يجري من عداء للإسلام والمسلمين من برلمانات أوروبا وغيرها إنما هو من خلفية شعبية في أي أمة. إذن هؤلاء الكفار حربيون، فإذا كانوا حربيين مالهم وأعراضهم وأموالهم ونفوسهم كل ما عندهم حلال للمسلمين. فإن أبوا الإسلام فأمرهم بالجزية، فإن أجابوك إليها فكف عنهم لا يقاتلون، فإنهم أبوا الجزية استعن بالله وقاتلهم. On a eu un enregistrement d'un de vos prêches. Oui. Vous terminez avec une prière assez dure. Oui. C'est le devoir de chaque imam, de chaque prêcheur, de terminer ce qu'on appelle ça le doua. Et c'est tout à fait, c'est la tradition. Vous appelez Dieu à élever l'étendard du djihad. Oui, tout à fait. On appelle l'étendard du djihad. C'est une tradition du prophète. Sur un contexte particulier, c'est pas un peu dangereux, je pense. Quel danger? Le djihad, c'est une tradition. Quand vous dites une tradition, ça veut dire quoi? Ben, on appelle au djihad contre ceux qui vous font subir l'injustice, si injustice il y a. Ben dans ce prêche, vous dites Dieu a accordé la victoire à nos frères moudjahidines en Afghanistan, en Palestine, en Irak et en Tchétchénie. Voilà. En France, évidemment, le djihad n'a pas été lancé, on n'est pas là pour aller tuer des gens, simplement on est en train de se dire, ah, il serait peut-être temps qu'on se prépare.